Bonjour tout le monde. السلام عليكم. اليوم غادي نديرو واحد الدرس فيه شيء من الفكاهة. تنسمعوه مزيان. اذا معايا واحد السيده غادي هي غادي تجاوبني. هي ما قارياش وهي غادي تجاوبني. وسمعوا مزيان. لو بغينا نقولوا صباح الخير اش كنقولوا ليها بفرنساويه؟ يلا قولي اش كنقولوا؟ تنقولوا بونجور. يلا قولي بونجور ارفعي صوتك. بونجور يلا لو بغينا نقولوا شي واحد اجي اش كنقولوا ليه؟ فيان 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 اوكي مزيان سي بيان. يلا نشوفوا حاجة أخرى. شنو كنقولوا الفم؟ لا بوش ها مزيان لا بوش. قولي لا بوش. ها شتي تولي مجتهدة. ولا بغي الأنف النيف اش كنقولوا ليه؟ لوني 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 حلي فمك مزيان. والعينين اش كنقولوا ليهم؟ لا ماشي لي زوغي لي زيو لي زيو لي زيو. انت تولي احسن من الصغار مزيان سي تري بيان. والودنين شنو هما؟ لي زوغي اتحسن سي تري بيان. والراس لطيف حسن جدا سي تري بيان. وليده شنو هي؟ لا ما لا ما حسن مزيان. شنو اخر تاني اللي كتعرفي؟ الشعر شنو هو؟ يلا نسيتي لي شو لي شوفو لي شوفو لي شوفو لي شوفو. صافي حسن جدا مزيان. وسي واخا هكاك تقولي مزيان. اش كنقولوا الدجاجة؟ دجاجة la poule la poule la poule مزيان. والحولي mouton très bien le mouton le mouton le mouton le mouton هاك لا قلت لا موتور هي الموتور لو mouton le mouton هاك شنو اخر؟ والكلب حاشاكم؟ لو شيان لو شيان سي تخي بيان. والله الا زعما تقراي مزيان. يا ربي يا ربي. والدار اشنا هي؟ هي هذيك صحيح لا ميزون لا ميزون لا ميزون لا ميزون. هاي وا سي تخي بيان. برافو 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 برافو. Alors, à la prochaine fois, Inch'Allah. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et on a fait cette vidéo pour vous rire. لان هذا كتعليم لانسانه كبيره وكنحترمها وكنتمنى تنال الرضا ديالكم.